garde contre l'homme. Sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derrière un uniforme. Et l'enfoiré qui nous saigne fait de nous des gens indignes, nous assigne et nous entraîne à cracher sur leurs racines. Je porte plainte contre vous, vous et vos collègues, qui faites de nous des gens à part et nous conformes à vos règles. ضد حالين نقابة الأمن خاطرك انت باش تنحي تحل نقابة الأمن معناها تنحيهم يولي البوليس معاش يخدم مرتاح معاش ياخذ معاش ياخذ راحته باش يخدم خدمة معناها نجم حتى يكون باش معاش يلقى راحته باش تحلو انت تنحيلو الحاجة كانت تحميه معناها مع تو معاش عنده شكون يحميه معاش ينجم يخدم على راحته. جو سوي كونت باش نحيو نقابة الأمن على خاطر يعني الحاكم معاش نجم يخدم على راحته. ضد لأنه يمكن استغلالها من أجل يعني الترويج لأجندات سياسية وبث يعني أفكار ممكن تكون يعني قد تكون يعني لا تخدم المجتمع ولا تخدم الثورة. يعني نحب الأمن، الأمن لازم يكون مستتب خاطر البلاد باش أمن ماهيش بلاد. نقابة الأمن خاطر ولات فوضى معناها. وليت برشا أسرار تاع خدمة تتقال في التلابس في البلاتو تي في، فهمتني كيفاش؟ المرة اللي فاتت فضيحة معناها في تونسية، محضر جلسة معناها يجي يوريه هذا نورمالمون أمني نورمالمون هو عنده دروا دو ريزيرف معناها، فهمتني؟ النقابات الأمن مش ماهيش معناها متمرسة بالكدا. أنا ضد حل النقابات، خاطر حقهم باش يعملوا نقابات أمنية تحفظ لهم حقوقهم تدافع عليهم مطالبهم، فما العوائل اللي تعزلوا من حقهم باش يعاودوا يرجعوا كان الاسباب من العزل نتاعهم ماهيش واضحه وماهيش قانونيه 100%، وكان فما قرارات باش تصدرها الهيئات معناها وزير الداخليه. يستحيل هو حاكم تعطيه انت نقاب، اذا كان اعتبرنا ان الحاكم يمارس السلطه ويزيدوا نقاب يعني ولي تشرع له العنف هذاك. هو الحاكم بطبيعته حاكم، كيفاه انت تزيد السلطه اخرى بخلاف السلطه اللي عنده؟ سامبلومون هو انت يفهم وحدك. مع حل النقابات لانه ولت متضاربه في اقوالها وينقدوا ما عادش يعملوا في مشاكل كبيره، فهمتني؟ منها كما نقولوا يسيسوا في الداخليه ويخدموا مصالح غيرهم. في تونس الامن عندك الامن والميليتير ما يلزمهمش منقبات، فهمتني؟ ناس يخدموا معناتها في الوطن ما يلزمهم معناتها ديما موجودين ولا عندهم لا حق لا في الجرافات ولا حق في معناتها الخدمه لازم تكون شهريه باهيه باش ما يحتاجوش الواحد، وهذاك هو المعمول به. بالنسبه للنقابات الامنيه انا مع قرار حل هذه النقابات او مع فكره حل هذه النقابات، لان في اعتقادي انه لا يمكن لعمل نقابي ان يكون مسلح، فالنقابات الامنيه في كل الاسلاك تاع الامن الوطني هي نقابات تحمل السلاح. ونحن نعلم ان العمل السياسي السلمي او العمل النقابي والعمل في المجتمع المدني هو عمل سلمي دون سلاح، فبالتالي هذه النقابات يجب أن تنشط بطريقة أخرى وليس تحت ظل نقاب. أنا ضد حل النقابات الأمنية على خاطر إذا كان باش نحلوهم معناها أي واحد ينجم يمشي يطالب بحل أي نقابة، هو حق الحق النقابي معناها أي إنسان معناها هي من يتمثل مثل نقابة التعليم. كان باش نحلوا نقابة الأمنيين معناها كل واحد ينجم يمشي هكا ويطعن في نقابة ويمشي معناها بابه باش نحلوه زايد، معناها نحاولوا معناها كيفاش نلقاو حلول توافقية ما بين وزارة الداخلية وما بين نقابة الأمن ونفوا الإطارات نتاعهم ونصفيوها هكا. معاش حس ما نشوف كثرة هي النقابات الأمنية يعني بعد الثورة، قبل ما كانش فما الحرية انه توقع تاسيس النقابات اللي باش يدافع على حقوق الامنيين، هما زاد وظيفه هي وظيفه مي معناها عادي باش يكون معناها موجود نقابات، لكن اللي نراو فيه يعني بعد الثوره كثرت ياسر النقابات الامنيه وفميك معناها تخلق ياسر مشاكل. لكن اليوم نسمع معناها اطراف تقول لك مشاكل حتى مشاكل الارهاب وكل ما شيء متورطه فيها نقابات امنيه، ونشوف اللي فما شكون في النقابات الامنيه يوظف النقابه اللي ما يوظفها معناها سياسيا. أنا ضد وجودهم أصلاً، معناها هي النقابات الأمنية نفس اللوبيات اللي كانت تخدم قبل مع بن علي جاو في ردة فعل عملوا مسرحية خرجوا للشارع قالوا احنا بريئين 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 وصدقهم الشعب، عملوا النقابات هذه اللي ولات لوبيات داخل وزارة الداخلية ما نعرفش لصالح شكون تعمل سكيسيور، معناها كل مرة دي ديكلاراسيون تحسوا راهم حتى خلفيات سياسية كريمان.
فلا معناها يطلعوا ساعات يعملوا مسرحيه يكشفوا حاجات يقولوا هانا نحن بالحق نكشفوا في الحقائق اللي موجوده في الداخليه، وهي ديجا تبدا ديكلاري وخارجه سير فيسبوك معناها من عند صحافه استقصائيه ومن عند عباد اخرى عندها برشا. النقابات الامنيه اليوم وصلت معناها عدد من النقابات منهم تهدد في شباب الثوره، وصلوا معناها يعملوا في دي ديكلاراسيون تتجاوز حتى حدود بوليس، معناها في الاخر يقعدوا بوليسيه. كاو انا مع حل النقابات الامنيه. نتكلم في كاتب امن النقاب في الاتحاد عن قسم الشرطه، يعني من المستحيلين باش نقول لك تتحل النقاب. لان شركه خاصه تربو بوبليك. النقابات دورها هي باش تتكلم على المنظورين نتاعها. صحيح تو الموجود بان ثم نقابات على اساس يعني دخلت في اعمال حزبيه. لكن الظرف يحتم عليها شيء هذاك. كل شبرهات بطاقة تعريف، الباقات لم الكل طفل نظيف وصاحب كيف، والكف خيط لازم الملازم للعريف، قضية مضيع هويتي قالوا البحث يجيب، خلين المتحالين اللي حطوا ملايين في جيب، تتكلم أم دولة تولي وزعمة تولي.